تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم احتراما. السادة الأفاتارات، تحياتي كلكم صغار وكبار، الناس اللي فاتحين البث المباشر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وما عندنا كلام كثير في الحقيقة دايرين نقوله، عندي نقطتين سريعات داير أقولهم، لأنه بقينا نرأف على الميجا بايتات بتاعت الناس، لأنه يا أخواننا كلنا دخلنا في المسألة دي. كويس، كل الناس ما في الطبقات الأعلى من غنية ذاتها نزلت بقت مع الطبقات العادية اقتصادية. فأنا بس في نقطتين اللي أنا أتكلم عنهم. الصوت يا جماعة بالسماعة واضح ولا لا؟ لأنه مرات ركب السماعة ناس يقول لي صوتك ما واضح. فإذا كان الصوت عندكم واضح بس يا ريت في التعليقات قول لي الصوت واضح، يعني بالسماعة كده واضح ولا فيك؟ لأنه مرات في ناس يقول لك يا أخي ما أنا ما سامع مثلا. عموما مرحبا بكم، بسرعه يا ريت الناس تورينا. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ابدوا معانا مشاركات تقيله يا شباب، الرساله دي لازم توصل، الرساله دي الان لازم تصل لاي زول. كويس، المشاركه اسفل الفيديو على يدك اليمين، تحت اللايك اسفل الفيديو على يدك اليسار. بسرعه يا ريت نرجم اللايف. في نفس الوقت يا اخواننا قبل ما نبدا بقول انه مرحبا بكم هنا في الصفحه اللي هي اسمها المعلق الرياضي احمد الضيب مشارك، لانه في ناس كتير يقول لك انت وين مختفي. ممكن تعمل بحث في الفيسبوك، اكتب المعلق الرياضي احمد الضيب وشارك تجيك الصفحه، فادخل في الصفحه تلقى اللايفات بتاعت الايام اللي فاتت وقبلها وامبارح واليوم يعني كله. طيب، وسط الدائره بيقول لي واضح. فايز بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، واحد بيقول واضح لؤي احمد، شكرا يا لؤي. طيب، اذا الناس بتقول الصوت واضح، كم تعليق؟ طيب تمام. يا اخوانا القصه كالاتي الان. اولا طلع الصباح الليله موضوع ولف الاسافير وراج في كل الوسائط، الا وهو نهب في السوق الافرنجي في الخرطوم. الشائعه ذاتها جات عبر سيارات خالي لوحات، جات على انه ما عارف سيارات بيضاء وناس يقولوا. شوف الكلام ده، الاشاعه دي هي بتطلق، لكن بعد ذلك في ناس مستفيدين منها، وفي ناس بيتطوعوا لله تعالى ساي بيساعدوهم في نشرها بدون ما يفصلوا يعني، وفي ناس عندهم اغراض يعني معينه واجنده. كويس، انا ذكرت انه قبل اليوم كنت قاعد في ايام البلاغات بتاعتي مع دعم السريع، كنت راجل في سجن درمان نايم، الا شوف لك عساكر المباحث جو شالوا فيني الفاتحه. الناس بسم الله الرحمن الرحيم جاكم شو؟ قال لي يا زلمه انت ما مت. لا معليش انا قاعد اتكلم معاكم، ده افتكر مبعاتي. قال لي لا 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 لا، حسب المعلومه اللي جات في الفيسبوك قال لي انت توفيت. فهي شوف الشائعه دي خطره جدا يعني، في لحظات تضرب الاماكن كلها، فهمت؟ فانتبه للقصه دي. الحصل يا جماعه في سوق الافرنجي، بعد ما انا واحد من الناس تواصلت جدا في القصه دي ودققت فيها، وانا اتمنى كلنا يا ريت نعمل كده ونزيد في التدقيق ذاته. كويس، القصه دي عباره عن سرقه او نهب عادي، ما وصل مرحلة تجي بتاعت شرات وكلاشات ودوشكات والكلام اللي بيتقال ده. يا اخواننا انا اقول لكم بصراحة خلاص، اذا كان الكلام ده حصل كده، اذا دائما تقول ده للعساكر، العساكر هاي مصلحتهم الان يسووا كده، كلام ده بيحرقوا من تاني منهم النهاية. كويس، اذا سووا كده يكون عجلوا بنهايتهم تماما. خلاص، ده واحد. لو ده يعملها بيعملها لك في مناطق تانية، يعملها لك هنا. واحد. الحاجة الثانية، الحرية والتغيير والاعلام بتاع المسموم. كويس، المضلل يعني اشتغل على انه يغشوا الناس. يصحوا من الصباح الليله بيمشي بق بين الجيش والدعم السريع، يخلوا المغتربين دي قاعدين على اعصابه بدون ما خاف الله فيهم. كويس، والجوا هنا اموره تتبهدل. زول تلقى الصباح بكره ماشي يبيع عربيه ولا قطعه حرب ولا عنده موضوع ولا هناك، اسمع بكره بيمشي بقات ولا تلخبط لي الحسابات كلها. خلاص، ده غير القلب بكون نجبان اصلا على اولاده على امه على ابوه على اخوانه هنا يعني. كويس يا جماعه، القصه دي سلاح ذو حدين خطره، انا اقول لكم ثاني للمره 3140، الكلام ده خطر جدا. ما تسوق للشائعه، شير يا شباب لللايف، لايك لللايف، وصلوا معانا الرساله بابعد الاماكن باللايك وشير يا ريت الملصقات. طيب، ممكن تعمل متابعه على الصفحه عشان تظهر لك ثاني، اللي هي باسم المعلق الرياضي احمد الضيب وشارع، للناس اللي بتبحث عنها. طيب، بجيب ثاني بقول لك انه الشائعه دي امرها مزعج وخطر، وبيضيع امنك القومي الشخصي والعام، والكلام ده بدور دولتك كلها، والدول بتنظر لك على انك انت ما عندك اي استقرار ولا 1%، بكره بتلقى الاستثمارات كلها انسحبت من السودان. دي شائعه الخطوره او خطوره الشائعه، الزول بيقولها ما بكون مثلا حاسب الحسابات دي. طيب، انت لو لقيت خبر
كده تثبت من المصدر جه من وين كويس. اذا ما لقيت انه مصدر خد احتمال وما احتمال بس يعني عشان ما تنصدم في انت عشان مثلا ما تتحمس ساي وتلقى الكلام معايا وان شاء الله طبعا تكون يعني ما في حاجه ان شاء الله نسال الله انه السلام يعم في البلد. في تفلتات امنيه في الخرطوم في باقي الولايات دي لا يقدر ينكرها. في تقصير من المكون العسكري في الدوله دي ما بيقدر ينكرها خلاص ولا بيقدر يقدر يغش فيها. في تقصير متعمد وفي تقصير عن جهل واحد. لكن انت كجحاتي مصلحتك شنو في انك دائما تردم الناس شائعات باي طريقه؟ مصلحتك شنو تحرش الناس اللي كله يسحبوا قروش من البنك؟ يعني انت باي وسيله دائما ترجع للسلطه؟ يا اخي مالك رخيص زي ده يا اخي. يا اخي البلد يا اخي ما يا اخي يا اخي يا اخي الشعب طيب. انت ادعو يا اخي بلده طيبه ورب غفور يا اخي بلده طيبه ورب غفور فهمت؟ ادعو انه البلد يكون بخير. ليه دائما ترمي فيها الاحقاد؟ يعني باي فهم انت؟ سواء كان في الكلوب هاوس سواء كان في المنشورات في اللايفات في ايا كان انت حاول دائما بث الطمانينه بقدر الامكان كويس. الشيء الثاني انا قبل كتبت منشور في الصفحه شايف في تلفونات كثيره يعني في الموضوع ده من الشباب المتابعين وكذا وكذلك لانه الرقم قاعد في الصفحه وكذلك ايضا في تعليقات كثيره مستفسره يعني على المنشور اللي هو انا ذكرت فيه قلت لك اني ارى البشير يعني خارج او المخلوع البشير خارج اسرار خارج اسوار كوبري او خارج الاسوار مشكله انا مذكر منشور زي الناس ده على اي حال مضمون كده. انا قلت الكلام ده يا جماعه ودايركم اي زول مره يدقق معي القاعد يحصل ده البشير ده شكله بيمرق بتسويه انت غتدق الترابيزه وتقول لي على دماغنا ما كده هي ما مساله على دماغك هي مساله العملات واحزابك شنو خلت تقبل بالتسويه. انا واحد من الناس شايف انه البشير ده من البدايه كان يفتحوا له الجرائم بتاعت الحرب اول حاجه كويس. لكن الجحاته خايفين من القصه دي. القصه دي هتجري العساكر كتار جدا. القصه دي هتقوم تخد ناس من المعارضه كانوا مؤيدين الابادات اللي قاعد تحصل بفيديوهاتهم وبكلامهم الخاص في القضيه دي. فما بالتالي عشان كده كاتلين الموضوع ده زي التلكؤ في فضل الاعتصام النتيجه بتاعت نبيل اديب بارك الله له وجزاه الله خيرا قال بعد الانقلاب قال والله كما الانقلاب ده والله قربنا نطلع النتيجه يا رجل يا اخي. انا قلت لك من بدري هذا نبيل اديب لا ينفع ولا يضر كويس ولكن نفع اكبر ضرره اكبر من نفعه يعني كويس. فنفس التلكؤ ده لانه قضيه تفضل الاعتصام والولايات اللي فضل الاعتصام فيها كلها في لحظه واحده اللي ما بظل الليله جايب لها سيره يا في لحظه واحده حتقوم تجلجل الغاده دي كله عشان كده ما هي مصلحتهم لا عساكر لا مدى الحريه التغيير موقع على فضل الاعتصام. الكلام ده انا قلته من بعد فضل الاعتصام وما زلت اجيب عليه واؤكده ثاني وثالث وعاشر وعشرين كويس. كثير من الناس اكتشف لها الكلام ده قريب ده الناس في البدايه هاجمتنا فيه لكن دي الحقيقه يا ساده كويس دي الحقيقه. الان السيناريو الماشي ده والشغل الماشي ده فجاه تلقى رموز النظام البائد سواء كان رموز النظام البائد من الانغاز او رموز النظام البائد من قحط هما الاثنين نظام بائد بالمناسبه الاثنين يعني لا ده عنده شرعيه لا ده عنده شرعيه كويس. يعني حمدوك مخلوع وليل مخلوع هنا الانغاز مخلوعين البشير مخلوع وهكذا كويس. الان لانه تقول لي حمدوك لا احنا ما قلنا خلعي هنا بقول لك طيب انت اخر حاجه بعد وقع مع العساكر مش قلت ما دايرين حمدوك ثاني انت خلعته تبقى كويس. القصه دي يا جماعه البلد دي دار استقرار سياسي نوقف الشائعات اعمل على التحليل المعلومه اخذها من كم زاويه ومن كم جانب عاين في كل الاركان كويس تثبت منها تحقق وتحرى زيد من معدل ثقافتك واطلاعك السياسي جيب التاريخ القديم شوف المعادلات الحاليه انت في النهايه بتصل لحقيقه صح ولا لا؟ كويس؟ الحقيقه دي بتصلها لما انت تكون لكن لما اي خبر جاك في الواتساب ان شاء الله كان صوره فيها صباح الخير انت دائما تصدقها كويس؟ الحكايه دي وناس انشرها ل 10 اشخاص وما عارف ستتوظف وين وتتوظف في ناس بينشروا فيها اليوم 41 سنازل منو قد الجوابات ذاك اليوم الليله ما مشوا مقديشو الا مشى سامي الطيب فهمت؟ فبالتالي لانه سامي الطيب كان من المروجين يعني الصحفي ده من المروجين الكبار للقصه بتاعت انه ينشرها ووزعها وكده. على اي حال الكلام كثير جدا نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ البلاد وان يجعل هذا البلد امنا. نبعد عن الشائعات البته يا شباب اتفقنا؟ شائعياتك اعرف انه الجحات الان موتورين اي بمعنى اخذت منهم السلطه فاصبحوا يعني كالمنهوس الزول العضي او لابغوا ثعبان يقول لهم نومه المنهوس مثلا نومه المنهوس الزول بينوم 10 دقائق بيصحى مخلوع زي نومه الحمى بينوم ربع ساعه بقوم ده للجحاته
بينهم وبيصحوا على واقع الانقلاب يا بيجوط الدنيا دي فوق وبقعدوا كويس. في رسالة صغيرة لا أقولها في ختام اللايف ده كويس، في ختام اللايف ده خلاص. يا ريت الرسالة دي توصل كويس، ساعدونا بالشير وباللايكات. أنا لا أشمت ولا أتشفى، ولو داير أتشفى في ناس من ناس الأمن اللي كانوا بعزبوني أنا شخصيا اللي جيت مرة في الشارع، لو أنا داير أزي زول القصة قصة لازم تنتشر سياسة العفو. انت عارف السودان ده خطر جدا كده، انت عارف انه الاحقاد اللي بيجت جوا الناس ده ضار منه ده معودين وده كاتل ليه ولد وده كاتل ليه ابو، انت عارف الشغله دي نفسيا مزعجه جدا. غتعتي بردود فعل اسوء واشد من الفعل اللي حصل كويس، يعني عنصريه عنصريه مضاده اكثر، ردي فعل ردي فعل اكثر. الرساله الدائره وصلها، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الرساله دي للمقدم معاش عبد الله سليمان اللي كان مسؤول لجنه التمكين. الزول لما الناس احمد المحامي احمد السنوسي اكتشفوا قصه انه ده هو اللي جاب الفيديو بتاع وداد وكانت عيانه، ونحن الكلام ده بنافي اخلاقنا بالمناسبه، يعني انت وداد عندك ليها محاكم عندك ليها شنو، ما دي داعي انك تميل للشخصنه بتاعت الامور. الفيديو القديم كانت عيانه تقريبا وتئن من الالم. الزول ده ساكن جاري بصالحه، غرب الظلط مباشره غربي والبكراوي. اليوم ده بالليل طافت مجموعه من العربات المسلحه، جو ناس من اهل وداد ديل من منطقه في السودان من وسط السودان، جو من هناك بالتاشيرات حاصروا بيت الزول ده الا كان هو ما فيه ربنا طول له عمره. ليه؟ قال له انت هبشت العرب، انت جيل سياسي احنا ما سالناك. طيب عبد الله سليمان ده عباره عن ضابط بطولته في العالم كلها انه اقتحم كوفير، يعني بطوله ذات رخيصه رخيصه رخيصه. منعم سليمان يمكن 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 استنكف عنها شويه يمكن، يعني مع انه غالبيه العلماء بيرو يعني رخصت منعم سليمان شايع. فبالتالي كويس. وما ننسى جبريل طبعا، جبريل ابراهيم استتصل من قصه زي لك طالب الناس خلاص خلاص يا خليت الموضوع زي. كويس ما يطلع لي مطور صحفي كويس. الايزم شنو؟ عبد الله سليمان ده كان في يوم من الايام ايام لجنه التمكين، البشير رضع من السلطه والكيزان رضع من السلطه، ويلا بيجوا يضغوا في الناس ويكتلوا الناس ويدقوا الناس ويسجنوا الناس ويؤذوا الناس. لما جاء ناس عبد الله سليمان اصلا هو نظام بائد تابع للبشير، واللي اصلا هو رجل بطولته زي ما قلت لك كلها انه اقتحم كوفر، طلع بقى يعتقل بسيكولوجيه الانسان المقهور، بقى يعتقل وينتقم ويتشفى لغايه ما يطلع لك شاهد يقول لك انا والله انت غصبتني كالمقدم مقدم عبد الله سليمان وقلت لي تقول الكلام ده كده وكده وكده، انت فساد اللجنه الفاسده دي من يومها. ما قلنا لك دي لجنه بتاعت غزاره لما اتكونت عشان تشيل يعني اموال الشعب تكب عليها هي، مالك انت انت فعلوا لجنه فايت انت جابوا لك كيزيز كويس، انت اسعار المبالغ كم؟ ما تدافع ساكت يا اخي حياك الله كويس. انا بقول لهم من هنا توب الى الله كويس. انا واحد من الناس ما بتمنى المصير الشين، وكلنا ما في زول عارف فينا في النهايه مصيره شنو. انا بقول له توب الى الله سبحانه وتعالى وابعد عن الظلم ده اينما وجدته كويس، واسال الله انه يخفف عليك في اي حاجه ان شاء الله. لو موضوعك ده ربنا قدر لك بكره تطلع، ادعو ربنا سبحانه وتعالى انه يغفر لك اللي ارتكبته من ذنوب في الناس ظلما وعدوانا تقبض في الناس وتعتقل فيه. والكلام ده برضه لوجدي صالح وللجماعه دي خلاص، والكلام ده لرموز النظام اللي قبله الاسبق ده السابق النظام السابق البائد الفات وذاك الابعد كويس الاسبق والابعد. على اي حال لكم التحيه والتقدير، الصفحه هنا المعلق الرياضي حضرتك مشارك تلقونا فيها في اي وقت ان شاء الله. لايك شير لللايف، كثروا معانا المنصات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.